السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مع بعض برنامج السلوبري، وهنشوف ازاي اقدر خلال الاجتماع اعرض المشاكل، او ان شاء الله ان ربنا ما يجيبش مشاكل، بس يعني لو في اي حاجة نقدر نناقشها. احنا شفنا ازاي نفتح الموديل وازاي نبص عليه وازاي نفحص المشاكل، او نفحص ممكن نفحصها من ناحية الاف ام او الام اي بي او الاستراكشر او الانرجي اناليسيز والقواعد دي كلها. هي قاعدة جاهزة بتبدأ تختار منها وهكذا، هو تقول له اوكي فبيبدأ يعمل فحص. انت تقدر تقول له تشيك موديل، يبدأ يعمل لك التشيك موديل. اثناء الاجتماع ممكن تمسك بقى المشاكل دي كلها وتبدأ تتناقشها، وفر عليك وقت كتير قوي. تمام، واي مشكلة خلينا نشوف كده، لو في مشكلة هنا مثلا هي جاب لك المشكلة، فتقدر تشوف المشكلة ديت، تقدر تقول له انها اتحلت او ما اتحلتش وهكذا، تقدر تحط كومنت عليها، تقدر تطلع بيها روبوت تقرير عن المشكلة. طيب دلوقتي بقى معادنا مع الكوميونيكيشن. تمام، هبدأ أضيف صور، خلينا نظهر كل حاجة. مثلا هنا هقول له دي جديدة بريزنتر 1 اهوت. تمام، وتبدأ بقى تكتب التايتل بتاعه، الديسكريبشن، الستيتس، هل هي اوبن ولا كلوزد ولا سايند ولا البريورتي بتاعتها، الستيج وهكذا، تبدأ التاريخ بتاعها، الريسبونسابيلتي اند ليبلز، ممكن تقول له مثلا دي استراكشر برضو بالشكل دوت، ودي صورة ليها. تمام، وبعد كده ممكن تقول له نيو برزنتيشن اهو. يعني في مشكلة تانية طبعا، المفروض بقى ان احنا ايه نغير الصورة، نعملها ابديتد، لان يعني مكان تاني فيه مشكلة. تمام، وممكن نستخدم برضو موضوع السكشن. تمام اهوت، شيفت مع شمال، تبدأ بقى تشوف ايه شكل المبنى عامل ازاي اهو. تبقى عندي مشكلة كمان اهيت، وتبدأ بقى تديها الاسم بتاعتها والديسكريبشن والستيتس والبريوريتي وموجودة مع مين. وتقدر أثناء الاجتماع تتنقل بين المشاكل. ده السايز بتاع العرض بتاعك، كل مشكلة فيهم تقدر تيجي هنا وتقول له شو، فيبدأ يوريها لك بالشكل دوت. أو ممكن تقول له أنا عايز أعمل لها ريلود، ممكن تقول له على الصورة كمان ألغي، عايز أعمل أبديت من ملف البي سي إف، عايز اعمل سنكولايزيشن، عايز اعمل رينيم، عايز تعمل سيرش على حاجه معينه، تبدا تشوف انت عايز تعمل سيرش على ايه. فده بيبقى قوي جدا في الاجتماعات، ان انت عندك المشاكل كلها، وكل مشكله من دول تقدر تحط عليها المارك اب بتاعتها. فتقدر تيجي مثلا هنا وتدي له مشكله هنا مثلا، وهنا وتبدا تكتب الكتابات بتاعتك، وتقدر تحط صورة، وتقدر تحط الليبل بالشكل دوت. ممكن نيجي على الصورة ديت ونقول له بقى ايه، وريني المشكلة هنا بالشكل دوت. نقدر نعمل زوم على حاجة مثلا معينة، وتقدر تقول له انا عايز اعمل مثلا updated، او عايز سلايد تانية اهيت.